طب عمليه. هل بيبقى الموضوع اختياري، يعني للمواطن حق اختيار طريقة الدفع سواء الكتروني او نقدي، ولا الخطة الموضوعة انه لا هيبقى الموضوع الكتروني بس؟ يعني مثلا هقول لحضرتك مثال، في مثلا المرور وانت رايح تجدد الرخصة، معرفش ده معمول بيه في كل الاماكن ولا لا، بس انا لما رحت على سبيل المثال كان الشرط ان انا هدفع بالكارت، ما ادفعش نقدي، ولو هدفع نقدي بدفع رسوم زيادة تشجيعا على الانتقال للتحول الرقمي. الحقيقة كانت فلسفتنا في بداية التطبيق إن إحنا ننتقل بشكل متدرج من الأنظمة اليدوية للأنظمة الإلكترونية. يمكن كانت الفلسفة في القصة دي إن إحنا ما ننتقلش بشكل سريع، بشكل مفاجئ، فده يسبب هزة في معاملاتنا مع الجهات الحكومية. فإحنا كنا حريصين إن إحنا بالتوازي مع زيادة الوعي لدى المواطنين والتواصل معهم حتى من خلال القنوات الإعلامية ومن خلال وسائل مختلفة، إن إحنا نبتدي نزيد الثقافة ونتحول تدريجيا. فبالتالي ووفقا للقانون بتاع تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، المبالغ اللي فوق ال 500 جنيه هي إلزام سدادها بالوسائل الإلكترونية. أقل من 500 جنيه بتبقى متاح إن أنت تدفعيها إلكتروني أو متاح تدفعيها بالشكل النقدي. ويمكن احنا هدفنا هو الوصول لمجتمع قليل الاعتماد على النقد. مش عايزين نقول ما فيش نقد على الاطلاق، لا، هيظل يعني في مساحه للتعامل من خلال النقود، ولكن احنا بنقلل بشكل كبير جدا، وده يمكن يبان من خلال الرقم اللي احنا اتكلمنا عليه. 500 جنيه ده مبلغ مش يعني مش كبير على الاطلاق. لا، وتقليل التعامل بالعمله بيقلل من نسبه الفساد بشكل كبير جدا، بيقطع الحقيقه السكك في هذا الملف بشكل كبير جدا. بس مره تانية معلش انا مصره عايز اعرف ايه الخدمات علشان ابقى عارفه ايه الحاجات اللي انا المفروض او اقدر ان انا ادفعها. هل الحاجات اللي انا قلتها دي تنفع؟ مدارس الاطفال ان انا ادفع لهم المصاريف، الجامعات، المخالفات زي ايه ما كانت لسه بتقول انها تعمل مثلا العربيه، ايه الحاجات اللي انا اقدر ادفعها الكترونيا؟ خلينا ندي بعض الأمثلة من غير انترست أو من يعني بالشكل ندي بعض الأمثلة. حضرتك عايزة تعملي توكيل في الشهر العقاري، تقدري تتوجهي للشهر العقاري وتتم عملية الدفع على ماكينات التحصيل الإلكتروني التابعة لوزارة المالية. عندك معاملة في محكمة تقدري تدفعي من خلالها. خلينا نقول تاني، في عندك مستحقات ضريبية هتروحي تدفعي مبلغ في مصلحة الضرائب المصرية، في مصلحة الضرائب العقارية، هتدفعي مدارس حكومية. كل دي يا فندم خدمات حكومية بدون رسوم إضافة، يعني حتى أصل الضرائب من الحاجات اللي بيبقى ممكن يبقى رقم، فيبقى عليها الرسوم رقم برضو يعني، فدي أسددها بالبطاقة بدون رسوم. بالظبط.